الأهرام نقرأ مدبولي تكليفات من الرئيس السيسي بتحديد أولويات احتياجات الأشقاء اللبنانيين لإرسالها إليهم. تلقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقريرين من كل من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن ما تم تجهيزه من شحنات تحوي مستلزمات طبية وأدوية ومنتجات غذائية وملابس وإرسالها لدعم الأشقاء اللبنانيين بعد أزمة انفجار مرفأ بيروت. أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر دائما وأبدا لا تتخلى عن مساندة أهلنا في أي من الدول العربية قائلا: منذ وقوع الحادث تعمل وزارات الحكومة المختلفة على تحديد أولويات حاجة أشقائنا لإرسالها إليهم تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.